نور على نور. نور على نور، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور طارق البرهومي. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم. مستمعي إذاعة الحياة FM، مرحبا بكم في برنامجكم نور على نور. هذا البرنامج هو برنامج علمي بالأساس، ثقافي هدفه إيماني في الأخير. نستضيف لكم في كل حلقة من حلقات البرنامج عالما أو باحثا، مؤلفا لكتاب أو ناشر لمقال علمي يبسط فيه لنا في كل حلقة المعلومة العلمية، فتكتسب أيها المستمع الوفي ثقافة علمية نافعة لك في حياتك الاجتماعية الصحية النفسية، وخاصة منها الإيمانية، فتساعدك أنت المؤمن على فهم كلام الله واستيعابه، فيترسخ إيمانك القلبي الروحي بإيمان عقلي. وأنت كذلك أيها المستمع الحيران الباحث عن الحقيقة، تساعدك هذه المعلومات العلمية على الإجابة عن أسئلتك المحيرة، فتريح قلبك ونفسك وعقلك وتهديك إلى نور الله. مستمعي إذاعة الحياة FM، نستضيف لكم في هذه الحلقات الأولى من برنامجكم نور على نور الدكتور محمد فوز الدريسي، لنحاوره في كتابه الذي صدر أخيرا عن دار الليدرز، الشمس عملاق أحمر، التوافق بين العلم والكتب المقدسة. كتاب يجمع فيه المؤلف كل المعطيات والنظريات العلمية الحديثة حول بداية الكون ونهايته، وكذلك حول بداية ونهاية المجموعة الشمسية، وخاصة نجم الشمس وكوكب الأرض. ويقدم لنا فيه وحسب معطيات علم الفيزياء الكوني الحديث قراءته للكتب المقدسة بعهديها القديم والجديد، وخاصة القرآن الكريم. دكتور محمد فوز الدريسي، مرحبا بك على موجات إذاعة الحياة FM، مرحبا بك في مدينة القيروان. مرحبا بك سي طارق. شكرا وبارك الله فيك. مستمعي إذاعة حياة بالقيروان. شكرا، مرحبا بك سي فوزي. نحن جد سعداء بتواجدك معنا اليوم، واليوم مش نواصل الحديث نتاعنا في كما حكينا على الخلق في الكتب المقدسة وفي القرآن، حكينا على نهاية الكون ونهاية الأرض ونهاية مصير الأرض، مصير البلانات في الكتب المقدسة وفي القرآن الكريم. اليوم مش ندخل في حلقة أخرى، مش نحكيه على مصير العملاق الأحمر، ولا بالفرنسية اسمها لا جيونت روج دون ليفر ساكري. شنو هو مصير لا جيونت روج هذه، وشنو هي لا جيونت روج هذه؟ انا نعرف اللي تتبعوا الحلقات الاخرى كلهم فاهمين شنو هي لا جيونت روج، لكن جو بونس الناس اللي يمكن يسمعوا في الحلقه هذه ماذا بينا كان نعرفوا شنو العملاق الاحمر هذا، وشنو مصيره في الكتب المقدسه وفي القران الكريم. شكرا سي طارق. هو احنا نعرفوا ان
المجموعة الشمسية متاعنا تتوسطها الشمس اللي هي نجم من الحجم المتوسط أو الصغير اللي عمرها 4.5 مليار سنة الآن حسب العلم الحديث. والشمس هذه هي اللي تمسك بجاذبيتها الكواكب متاع المجموعة الشمسية كل، أيوة. وتمسك بالأرض بما فيها الأرض يعني في مدارها حول الشمس، واللي هو نسميه مدار الحياة لأن كوكب الأرض موجود في مدار لدرجة حرارة فيه معقولة متوسطة تقبل الحياة، والماء فيه على حالته السائلة، والشمس هي خزان من الهيدروجين وتستهلك 500 طن من الهيدروجين في الثانية. إذن من المعقول علميا أن الشمس بشدوم مدة، العلم الحديث يقول في الإجمالين بشدوم 10 مليارات سنة، يعني تبقى لها 5 مليارات ونص سنة، لكن لابد باش تموت وتنتهي حسب العلم الحديث. العلم الحديث يقول اللي الشمس العملاق الأحمر ستظل على هذه الحالة، حالة العملاق الأحمر، لمدة 500 ألف سنة. ثم ينضب الهيدروجين نتاعها فتتحول إلى قزم أبيض، ويدوم على هذه الحالة قزم أبيض لمدة 10 مليار سنة، ثم تنتهي على صورة قزم أسود. هذا ما يقوله العلم في الشمس متاعنا اللي حجم شمس من حجم متوسط وصغير. والعلم يعرف هذا بفضل حسابات الفيزياء الكونية، ثم بفضل خاصة ملاحظة ورصد نجوم من حجم الشمس وصلت إلى نهاية حياتها. يعني المعطيات تقريبا أكيدة يعني أكيدة صحيحة وراسخة على الأقل في العلم. بالطبيعة إذا كان الشمس انتهت أو شارفت على نهاية عمرها بتصير تغييرات جسيمة في المجموعة الشمسية. قلنا أن الشمس مش تحول إلى عملاق أحمر نجيون طروج، مش تلتهم عطارد وفينوس، قلنا القرآن قال مش تلتهم القمر، قلنا الأرض ستصمد، أيوة. وقلنا الكواكب الأخرى ستتناثر وتسيح في الفضاء لأن جاذبية الشمس لن تعود قادرة على الإمساك بها في مداراتها. صح سي فوزي، قبل من نواصل معك حول لاجونت روج دون ليفر ساكري في الكتب المقدسة، كيفاش لقيت لو ديفينير دو لا مسير هذه الشمس العملاق الأحمر في الكتب المقدسة، ثم ندخل بعد ذلك في القرآن الكريم؟ أولا مصير العملاق الأحمر في الكتب المقدسة موجود ولا لا؟ هل تحدثت الكتب المقدسة عن مصير العملاق الأحمر؟ جميل هذا السؤال. نعم مهم جدا. العلم أعطى تقريبا يعني بصفة إجمالية وبصفة مبسطة مصير الشمس عملاق أحمر، قزم أبيض ثم قزم أسود وتنطفئ. في الكتب المقدسة إذا كان ناخذوا الإنجيل ما فيهش وصف مباشر كما القرآن، لكن فيه إشارات. الإشارة الأولى يقول في إنجيل هاباكوك 11 الآية 11 للسولي إلى لون سارد دون لور دمور، يعني الشمس والقمر مش تتوقف في مكانها، يعني فسرناها قبل وقلنا يبطل سير الأرض حول شعاعها، يعني الأرض ما عادش باش تدور حول نفسها. يعني. ثم فيه آية ثانية في بيير 7 يقول تانديس كو بار لا ميم بارول، لا ميم بارول دو ديو بالطبيعة، لي سيو اي لا تير دا بريزون سون غاردي اي ريزيرفي بور لو فو pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. يعني السماء الحالية والأرض سوف تصمد وتدوم، والحساب يوم القيامة سيتم على هذه الأرض. هذا ما قيل في الإنجيل، ما توصلنا باش نستخرجه من الإنجيل. يعني هو ما توافق مع العلم، ما فهمش حديث على حاليا؟ لا أبدا، ما فيش، ما ثماش أشياء كما قلنا دقيقة، هي إشارات غير مباشرة فقط. والإشارات هذه في الآية الأولى تقول الشمس والقمر باش يمشيوا يجريوا المستقر متاعهم، لكن الآية الثانية تحكي على السموات والأرض. في القرآن الموضوع مختلف تماما، وقلنا كلما كان الموضوع
بعيد عن منال ومتناول العلماء، كلما القرآن فصل وأطنب. يقول القرآن في الآية الأولى اللي قريناها في حلقة سابقة في سورة ياسين الآية 38، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وقلنا أن الشمس بعد ما التهمت القمر والتهمت عطارد والزهرة ستجري إلى مستقر لها، وقلنا أن المستقر هذا يعني أن الأرض ما عادش تدور حول نفسها. يقول الشيخ محمد طاهر بن عاشور: يبطل سير الأرض حول شعاعها، يعني الشمس مش تولي ثابتة في مكان في السماء والأرض مقابلتها وقريبت لها، لأن الشمس ولاتها عملاق أحمر، والأرض ثم وجه للأرض مقابل الشمس باش يقعد مقابل الشمس لأن ما عادش دور حول نفسها، وثم وجه مخفي عن الشمس. ثم حديث للرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، هو حديث عظيم. هنا نحب نعرج على الناس اللي يرضوا السنة النبوية الشريفة. السنة فيها حديث يعني متمة ومفسرة القرآن، فحديث عظيمة لا يمكن باش بشر يقول كلام كما هذا في الوقت هذاك. يقول الحديث: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم، حتى تكون كمقدار ميل. كمقدار يعني لازمك تفهم المعنى المخفي. الشمس تدنى يوم القيامة، يوم القيامة يعني يوم يقوم الناس للحساب. الشمس هي التي تدنى، يعني العلم يقول الشمس ولا تعملق أحمر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تدنى الشمس تقرب للأرض. نعم، والقرآن قال تلتهم القمر قربت للشمس. ويسألونك عن جبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى في عوجا ولا أمتا. الأرض ولات مسطحة، فيهاش لا جبل لا فيها ديبرسيون. قلنا البحار والمحيطات اشتعلت، ما عادش فما ماء، احترقت. وقلنا الأرض ولات كرة مستوية لا ترى في عوجا ولا أمتا، الشمس فوق منها، ثم وجه حارق لأن الشمس قربت له الأرض، ثم وجه من الأرض في الظل، درجة الحرارة نتاعه ما هيش كما درجة حرارة الأخرى. نمثله مثلا توكي مع عطارد، عطارد وجه مقابل الشمس تلقاها 400 درجة وأكثر مئوية، والوجه المخفي تلقى درجة حرارة نتاعه معقولة. فينوس كيف كيف. إذن هذا المشهد يوم القيامة، هو المشهد في نهاية الكون، في النهاية سيكون هكذا. نعم. هناك شمس قريبة من الأرض، الأرض واقفة تدور حول الشمس بسرعة، وشمس حمراء وقريبة من الناس وملتهبة. إذن أنت تكملنا هذا الخلق، شفناه الخلق في كيف صار في العلم، ثم كيف صار في الكتب المقدسة، وشفنا التوافق بين الكتب المقدسة وكتب القرآن في مشهد الخلق، وشفنا الديتاي المتفرق ما بين القرآن وكتب الإنجيل والتوراة، شفنا نهاية الكون، وشفناه في العلم، ثم شفناه في القرآن، وكان حديث متواصل، حديث علمي، فهم جميل للقرآن، وحسينا أن قربنا ياسر من كلام الله، وقربنا ياسر من الله. لكن أنا شفت في الكتاب بتاعك في الأخر بتاعه، وقضيت تحكي على الشمس الحمراء، قلت كنت ياسر متردد قبل كتابة هذه المرحلة الأخيرة من الكتاب، ولكن في الأخير كتبت لأنك حسيت أنك في تواصل علمي وبحث علمي، والبحث العلمي وصلك الغادي، البحث العلمي كي وصلك لسؤال ما يزمكش تقول شنو هذا السؤال اللي جاني هذا، قدام أنت خدمت فكرت شفت بعد صلت سؤال، صلت سؤال مثلا قلت هسك هل الشمس الحمراء ولا هذه العملاقة هل هي جهنم في يوم من الأيام، هل ستكون هي جهنم؟ وتسألت خاطر أنت وصلت أنك ريتها حمراء نار قريبة من الأرض، فلما لا تكون هي جهنم؟ فكان سؤالك واضح وقيم، ولما لا ولما فأجبت عنه في الكتاب. مش نرجع لك باش تعطينا الإجابة شنو الخيط، هل الشمس العملاق الأحمر هو جهنم في يوم من الأيام؟ هو سي طارق بارك الله فيك، موضوع ذايا يؤرقني منذ سنوات طويلة، وهو موجود على هيئة مانيسكري، كتاب باليد بخط اليد موجود عندي، وما كنتش باش ننشره بكل، لكن للأمانة العلمية
وقت اللي جاء الكتاب هذايا كنت مجبر باش نواصل البحث، كنت مجبر باش نحط نتيجة البحث وخلي أكيد القراء يتفرجوا ويعطيوا رأيهم ويحكموا على الموضوع هذا. عندما قلنا لما تشارف الشمس عن نهايتها باش تولي، قلنا عملاقة أحمر وسط فوق الأرض، وقلنا الأرض موجودة، وقلنا الأرض ستظل ثابتة في القرآن، وصفنا كل التغييرات اللي عليها وقلنا موجودة، والشمس هي اللي تمسكها بالجاذبية متاعها، تمشي تقعد الأرض وحدها، والشمس هي ولات 100 مرة قد حجمها الحالي، يعني 100 مليون كيلومتر في السماء، وهي قريبة يعني تملأ السماء. السؤال طرح نفسه، هذا يوم القيامة الحساب سيتم على هذه الأرض، هذه الأرض تمسكها، يمسكها العملاق الأحمر وهو فوق رؤوس الناس قريب، أليست هي جهنم؟ نعم. ثم الآية الأولى في القرآن في سورة الفجر الآية 23، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. شمعنى يتذكر الإنسان؟ وقت جهد جهنم صارت يوم القيامة وقام الإنسان ويلقى شمس ولاد جيونت روج، بش يتذكر؟ يقول ما كانت قدامنا في الدنيا، شبينا ما رديناش بالنا. وجيء يومئذ بجهنم، وين كانت؟ الشيخ محمد طاهر بن عاشور تحرج في تفسير هذه الآية وقال هي تعبير مجازي، ستون ميتافور. اي منين جيت؟ جيء، هو قال ستون ميتافور، ما تجيش الشمس، هو تعبير مجازي. كأنه جبنا حاجة. ابن كثير قال سيؤتى بالشمس، ستجرها عدد كبير من الملائكة وسيؤتى بها. جميل. نعم، في الحقيقة هو الشمس عند نهايتها تنتفخ ولات عملاق أحمر، قربت من الأرض، وربي قال في القرآن ابتلعت القمر. إذن الشمس اقتربت، جاءت بفضل تطورها وتحولها إلى عملاق أحمر. فهمنا هذاك علاش قال ربي وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكرى. هي كانت موجودة جهنم وجيء بها، اقتربت منه، هي موجودة في الدنيا كلها، موجودة هي الشمس تاعنا، ثم اقتربت جيء بها، اقتربت فوق رؤوس العباد. قال ابن كثير، قال ابن كثير قال يؤتى بجهنم يجر عدد كبير من الملائكة. ما قالش الشمس، قال يؤتى بجهنم، هاي جهنم قال الشمس، لا يولي وقتها لأنه ما يعرفوش فك الوقت ذاك الشمس هي البشفة العملاقة. وقت اللي القراءة كانت غير كافية، هو الموجود المعطيات، هو قال وجمع الشمس والقمر، قال بشلتم، وقال إذا الشمس كويرت، شنو المعطيات موجودة، لكن احنا سهللنا العلم الحديث فهم الآيات وربط الآيات ببعضها وربط الحقائق ببعضها باش فهمنا فهم كامل. كان من الصعب جدا ليهم هم باش يعملوا الربط هذايا وباش يتجرؤوا خاصة في تفسير هذا. احنا أغنياء بمعطيات العلم الحديث. ثم يقول وإذا الجحيم سعرت. أيوة، الناس قالوا اشتعلت الجحيم، شعلوها، لكن سعرت بالفرنسية هي اتيزي، المغفرة ايتي اتيزي، ايش معناه؟ معناه اججت، سعرت يعني لغة اججت. واحنا نعرفوا ان الشمس ولات عملاق احمر ويعني مخزون من الهيدروجين نقص، لكن في مسارها وفي تحولها الى عملاق احمر التهمت عطارد والزهرة والقمر. عطارد والزهرة والقمر أليست وقودا للشمس؟ نعم، هي وقودا بتفاعلات الاندماج النووي بالفيزيون ترمونيكليير. هذاك علاش في طريقها إلى الأرض عندما انتفخت وأصبحت عملاقا أحمر قال إذا الجحيم سعرت أججت نارها، لأنها أخذت الكواكب، هذيك الكواكب نتاعها اخذت لو كاربيرون، يعني باش 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 زادت في قوه النار شويه، زادتها شويه في المخزون نتاعها. اذا واذا الجحيم سعرت، نفهموها على النحو هذايا، الشمس عند مسارها وتحولها الى عملاق احمر
سعرت لأنها التهمت عطارد والزهرة والقمر. جميل. ثم يقول سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، في سورة الفرقان الآيتين 23-24، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، سورة البقرة سمحني، على عبد، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وسورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن الجحيم وقودها الناس والحجارة. وقلنا وبينا في الحلقات السابقة أن الحجارة لا تكون وقودا إلا بتفاعلات الاندماج النووي، يعني في الفيزيون ترمونيكولير، يعني دون ليزيتوال، لأن الفيزيون ترمونيكولير موجودة في ليزيتوال. إذن جهنم هذه اللي وقودها الناس والحجارة هي تشتغل بالفيزيون ترمونيكولير، لأن وقودها الناس والحجارة. وإحنا العملاق الأحمر كقرب من الأرض باش يشتغل، يشتغل بالاندماج النووي. إذن وقلنا سعرت الجحيم لأنها التهمت فينوس، يعني عطارد والزهرة وكوكب القمر. إذن الشمس اللي قربت ولا تعملق أحمر وهي وقودها بالحجارة، هذا دليل آخر على أنها هي نجم تكون الجحيم. وإحنا في مسار تحليلنا ما زلنا ما كملناش. بعدين يقول في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. استغفر الله العظيم. وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. جهنم هي ستدوم أبدا، خالدة أبدا. عندنا إشكال، إشكال علمي هنا، إشكال علمي كبير، لأن العلم يقول اللي الشمس تنطفئ. هذه عملاق أحمر بيجدون 500,000 سنة. أيوة. ومن بعد شوية قزم أبيض ومن بعد تنطفئ. أيوة. لكن نحن أنت تقول جهنم هي الشمس هي دائمة. وأنا نقول لكم رأي العملاق الأحمر بشوية جهنم. أيوة. هذا ما يجيش. نجيش. لكن القرآن بعظمته، ولا يكون هذا الكلام من عندي بشر أبدا، يعطينا الجواب. ومن يهدي الله، في سورة الإسراء الآية 97، ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يعني جهنم تنطفئ تضعف، يزيدها ربي الكربيران، يزيدها ربي الوقود، يزيدها ربي الوقود. أنا حسب رأيك أنها مش توصل الشمس أنا سد تقترب أنت مش تنطفئ كما نعم. في العلم نعم، لكن مش باش تنطفئ، هي حرارتها باش تنقص برشا. حتى 1800 لولة نتاع وقت اللي قربت الأرض واشتعلت البحار ماهيش هذيك درجة حرارة باش تقعد بعدين، لأن ماهيش درجة حرارة ما تسمحش بالحياة هذيك، لأن باش تعاود تقوم الحياة. الرسول صلى الله عليه وسلم ثم النفخة الأولى ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قالوا يا رسول الله كم الوقت بين النفخة الأولى والنفخة الثانية؟ قال في الحديث 40 وسكت، لم يقل لا يوم ولا سنة ولا 1000 سنة. يا الله، 40 بين نفختين وسكت. إذن الشمس ماشية ودرجة حرارة تحت تهبط، لكن هنا قال كلما خبت زدناهم سعيرا، وهكل باش يخلي الجحيم بشدوه أبد. دائما وابدا. والوقود نتاعها شنو؟ كلما خبت زدناهم سعيرا. شنو الوقود؟ البلانيت الحجاره والكواكب هذه كلها في الكون واحد كله هي وقود لجهنم. يجي في سوره التكاثر اللي هي سوره صغيره، وانا الموضوع هذا كتبته قلت في كتيب كان عنوانه خواطر من وحي سورة التكاثر، ولم انشره وما زال بخط يدي منذ سنوات. خواطر من وحي سورة التكاثر لانها سورة عظيمة. يقول ربي سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألهاكم التكاثر
حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. قديش من تأكيد؟ ايه كلا لا. كلا سوف تعلمون. سوف يقول الشيخ محمد طاهر بن عاشور لغة تفيد إجبارية وقوع الفعل. كلا سوف تعلمون يعني راكم مش تعلموا. ثم يعاود تكرر مرة كلا ثانية وسوف ثانية، ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون الجملة اعتراضية، كلا لو تعلمون علم اليقين. الشرط، الجملة الشرطية، قال كلا سوف تعلمون مرتين. أكد أنا مش نعلم بشيء، مش نعرفه، مش نعلمه، مش نعرفه. أما وقتاش مش نعلمه؟ عندما نعلم علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين، وقت اللي ولي عدنا العلم الصحيح لترون الجحيم. مش نراه الجحيم، وهذا خطاب موجه لنا في الدنيا. كلا سوف تعلمون تو في الدنيا وتموجدين، ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين في الدنيا لترون الجحيم، ثم بعدين لترونها عين اليقين، ثم بعدين للتراخي في الزمن في مرحلة أخرى، ثم نظرة ثانية للشمس بشراوها مرة أخرى، أما بشراوها على حقيقتها وهي صارت جحيما، صارت عملاقا أحمر وجحيما. أنا حسب تقول أنا تو نحن قاعدين نشوف فجأة يعني قدامنا قاعدين نرو فيها هي الشمس، هي الشمس، ولكن الراي بشروها بعين اليقين عندما تقترب منا وتصبح عملاق أحمر. عندها سنتأكد أن هذه هي جهنم وهذا هو العملاق الأحمر الذي سيلتهم كلها كل من كان. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، سنعود يوم القيامة ذاك تسأل عن النعيم. هل من تفسير آخر لسورة التكاثر؟ ألهاكم التكاثر، نعود المستمعين، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. تأكيد التأكيد. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو نوصلوا للعلم الصحيح اليقين في الدنيا لترون الجحيم. يعني راه شيخ طاهر بن عاشور يقول سوف راه تفيد إجبارية وقوع الفعل، يعني البشرية سوف تعلموا، سوف ترى الجحيم في الدنيا، ثم سوف تراها نظرة أخرى وهي عين اليقين، أي عندما تحولت إلى جحيم، أي إلى عملاق أحمر يوم القيامة. جميل. أنا أدعوكم سيد المستمعين أنكم تعودوا ترجعوا الكتاب وتعودوا تقرأوا، زدت تعمقوا أكثر في هذه الفكرة وتنجموا تبديوا رأيكم فيها. عندكم لاباج فيسبوك تكتبوا وتقولوا شنو رايكم في هذا الطرح وهذا الفهم، ولا هو فهم علمي انا ما عنديش فيه برشا 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 شكوك. كما سالت في بحثك، نعم، تسالت هل الشمس هي جهنم؟ نحب نضيف حاجه زياده. تفضل. لانني اعشق الشيخ محمد طاهر بن عاشور. لا جميل، احبه حبا جما، واحب فكره واجتهاده وعلمه. في كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. قال بصريح عبارته وبالاعتماد على النحو أن سوف تفيد إجبارية وقوع الفعل، أن الفعل سوف يقع وسوف نرى جهنم. لكن تراجع في التفسير بعدين لترون الجحيم، قال لأن رؤيتها تو مستحيلة سوف نراها بقلوبنا. تراجع تنازل لأنه ما كانش ينجم يجتهد أكثر. لا، هو ديما الشيخ طاهر بن عاشور هو سابق العلم، لما باش يخوض في موضوع يمكن الناس ما يقبلوش فك الوقت يتراجعوا. كما قلنا وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فسر الإنزال وإنزال القرآن وإنزال الماء وإنزال تتنزل الملائكة من السماء وإنزال الحديد، والعلماء كيفاش قالوا إنزال الحديد. ثم في الأخر قال ويمكن أن يكون الإنزال من سفينة نوح. نقطة نهاية. يعني دائما شيخ محمد طاهر بن عاشور لما يتحرج عنده قناعة، هو باش يقوله لما يتحرج لأن كلامه ربما ما يتقبلش في الوقت هذاك، تراجع وقال وربما تكون الرؤية رؤية قلب مش رؤية عين. وربما كان يتصور أن مش يكون عنده أحفاد بإذن الله كما دكتور محمد فوزي إدريسي، ويعود يقرأ ويقول هذا الكلام. نعم. كما تسألنا حول الشمس، هل العملاق الأحمر هل هي جهنم؟ سألت سؤالا آخر، أين ستكون الأرض بعد
بعد القيامة، بعد الججمو عندما ينتهي كل شيء. أنت قلت أن 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 القيامة ستكون على هذه الأرض، رغم أن في أي صريح في القرآن تقول في أرض غير في الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض. قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم فسرها لنا، فسرها لهم هذه. قال لهم تبدل الأرض، تغيروا معالمها، فتقلع الجبال وتنسف الجبال وتقلع الأشجار وهكذا، ثم يزجر الخلق زجرة واحدة فإذا هم في هذه المبدلة. أنا أعطيك فهمت، لأنه موجود هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم من بين الآيات القليلة اللي فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث دائما عن نشي موجود، موجود موجود ترجمته بالفرنسوية. بارك الله فيك سي فوزي. نكتفي اليوم مستمعي إذاعة الحياة أفهم، هكذا أشرفت حلقتنا على الانتهاء. كان معكم في الإخراج التقني أحمد مخلوفي، والإخراج الرقمي محمد سيف الدين بولعراس، وعلى المصدح دكتور طارق البرهومي. فإلى لقاء قريب في الحلقة القادمة، دمتم على نور الله. نور على نور. نور على نور، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور طارق البرهومي. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.